أعلن الملياردير إيلون ماسك إلغاء صفقة شراء شركة تويتر لأنها لم تستوفي الالتزامات المنصوص عليها في العقد، بعد أن فشلت إدارة الشركة في تقديم بيانات توضح عدد الحسابات الوهمية على منصتها. وتزعم إدارة تويتر أن الحسابات الوهمية تشكل أقل من 5% من مستخدمي المنصة، لكن ماسك أشار إلى أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.